100 باحث وأكثر من 108 بحوث علمية وطبية طرحت في المؤتمر السنوي السادس الذي عقد اليوم من قبل دائرة صحة بغداد الكرخ بحضور أطباء المستشفيات والمراكز الصحية وأعضاء في مجلس محافظة بغداد لمناقشة سبل النهوض بالواقع الصحي للعاصمة. ساعين بعمل اللامركزية في عملية تحويل كل الصلاحيات إلى الإدارات أو المديريات بالإضافة إلى الدوائر الفرعية من مستشفيات ومراكز صحية وغيرها. هذا هو عمل اللامركزية وهذا هو الهدف الرئيسي. الظروف التي عاشها العراق انعكست سلبا على الواقع الصحي، أهمها طبعا قلة التخصيصات المالية التي انخفضت بشكل كبير جدا، مما أثر على تقديم الخدمات الطبية من ناحية عدم توفر الأدوية، عدم توفر الأجهزة الحديثة. رئيسة لجنة الصحة في مجلس محافظة بغداد أكدت حاجة بغداد إلى 20 مركزا صحيا على الأقل تتوزع بين جوانب بغداد وإعادة تأهيل البنى التحتية لعدد من المستشفيات، مطالبين الحكومة الاتحادية باستثناء القطاع الصحي من التقشف المالي. هناك يعني من ضمن الخطة يجب يعني على الأقل بناء 10 مراكز صحية على مستوى الكرخ و10 على مستوى الرصافة، وهذا ما تعمل به محافظة بغداد. نناشد الحكومة الاتحادية باستثنائها لأنها يعني حقيقة ستندثر هذه المشاريع. أطباء آخرون طالبوا بإعادة النظر بالتشريعات القانونية بعد عام 2003 والتي أعطت صلاحيات لأكثر من جهة للتدخل بعمل الأطباء. قبل وزارة الصحة كانت هي مسؤولة فقط عن الطبيب وعن تقديمه للخدمة، بعد 2003 دخلت أو تشريعات اللي صارت خلت يصير تدخل أكثر. من بغداد، خمال الكاتب، الحرة.